اهلا في الجميع في الكامبوس المتواضع تبعنا. اول شيء عندنا موجود هون هو شجره النيم. بكفحك عن الشجر. والله شو الوضع؟ سلام. اوكي هاي نحطها على جنب. معهد وادي عربي. اوكي احنا هسه بالاوفيسز. الاوفيسز دائما مفتوحه، دائما موجودين للمساعده. اهلين دورون. سواء الطاقم التدريسي، الطاقم الاكاديمي، في كثير ناس بتشتغل في السوشيال لايف. مكاتب الانترن بيعملوا ابحاث مستقله في المعهد. ديار داوود افري ون. هذا سيستم بلشت ابني فيه بالفصل الماضي، اللي مش موجود بالاندستري بالمره، كله تحت مسؤوليتي. هاي الانترنشيب تبعتي، بحب كثير اجي لهون، بحب كثير اشتغل لهون تحت الشمس. بصير بس اروح اخذ البسكليت. احنا هسه رايحين على الكامبوس، او يعني بالعربي الحرم الجامعي المتواضع الصغير تبعنا. هون احنا دخلنا على اول قسم، هي زي وحدات سكنيه صغيره زي هيك. هذا الغاز مع كل الاحترام بيساعد انه يصحي الشباب كل يوم الصبح. كل يوم على الاقل بنعمل 4-5 غلايات قهوه. يعني عندي جاري هون اور شاب اسرائيلي. هاي غرفتي، اقعد على اللابتوب وادرس. واحده من غلايات القهوه اللي صارت اليوم طبعا، وهي كاسه قهوه بارده راح اشربها عشان السستينابيليتي. هون بنطلع من منطقة الكرفانات وبنروح على منطقة اليونتس. واتس اب حبيبي؟ اول جود؟ جود. هون المطبخ تبعنا. هون عندنا الحواكير الصغيرة اللي زرعنا فيها. يعني الواحد إذا بده يعمل كاسة شاي هون مش محتاج إنك تشتري ليبتون. الحاويات تبعت إعادة التدوير. شو يعني اللونج؟ هو زي صالون الكبير في بيت ستك. اغلب الناس هون تدرس كل يوم. الاسبوع بصير مرتين كوميونيتي سيركل وكوميونيتي نايت. احنا هلا ماشيين باتجاه غرفه كثير مهمه، غرفه الاكل في الكيبوتس. موفر لنا هون في اليوم 3 وجبات، وجبة فطور، غداء وعشاء. وهون وصلنا لآخر محطة معي. المركز بالعربي، مركز بحكوله بالعبري وبالانجليزي طبعا. ناخذ كل محاضراتنا.